تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية انطلقت صباح اليوم بنادي ضباط الأمن العام فعاليات أسبوع المرور الخليجية الثالث والعشرين تحت شعار حياتك أمانة وذلك بحضور الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية ورؤساء الوفود الخليجية من إدارات المرور بدول مجلس التعاون. أسبوع المرور الخليجي الثالث والثلاثون انطلق هذا العام على أرض مملكة البحرين يحمل شعار حياتك أمانة برعاية معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية وحضور الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية ورؤساء الوفود الخليجية من إدارات المرور بدول مجلس التعاون. فرصة ومنارة للتوعية. تواجد الوفود الخليجية الآن مع الموجودين البحرينيين فرصة لإرساء مبدأ الثقافة على الطريق، سلامة على الطريق. الكل مشارك معنا سواء شركاء سلامة أو الآخرين، القطاع الرسمي أو القطاع الأهلي حتى الأفراد. هذه اللقاءات تلاقح أفكار، تلاقح دراسات، خبرات من السنوات الماضية. فرصة للالتقاء في الزملاء والأخوان جمع دول مجلس التعاون لوضع هذه الحلول والعمل على تحييد وتقليل نسبة وقوع الحوادث المرورية للواقعة والحد من هذه الإحصائيات مشاركة وفد سلطنة عمان في الأسبوع المرور الخليجي 33 في إطار حرص السلطنة لمشاركة أخوانها دول مجلس التعاون والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال السلام المرورية طبعا اطلعنا اليوم على حفل الافتتاح والذي تضمن برامج مميزة مساهمات من مجتمع مؤسسات المجتمع المدني مسؤوليه الحفاظ على حياه مرتدي الطريق هي مسؤوليه مشتركه وتعتبر التوعيه المروريه عاملا هاما جدا وخصوصا لدى الاطفال وطلبه المدارس وهو ما توليه الاداره العامه اهتماما كبيرا فقد كرم وكيل وزاره الداخليه والمدير العام للاداره العامه للمرور الفائزين في المسابقات المروريه التي اقيمت مؤخرا بمناسبه اسبوع المرور الخليجي صراحه هي مثل ما ما انت عارف سبع عمر سنويا يستمر وكل سنه يكون شعار. طبعا احنا مشاركتنا في قطر طبعا بدافع ان يعني نستفيد من الخبرات من الخبرات اللي موجوده في دوله الكويت او دوله قطر او من الدول الاخرى يعني فنستفيد من بعض الخبرات ونشوف الانظمه الجديده اللي تستخدم في دول الخليج. مثال احنا تعرفنا هنا عندكم بالبحرين على الكاميرات اللي على النفس على الاشارات وهذا تصيد المطلوب وهذا شيء يعني ما شاء الله جبار وجميل جدا يعني التعامل فيه وشيء يمكن نستفيد فيه من دولتنا كدوله الكويت الثقافة المرورية باتت الشاغل الأهم بالنسبة لإدارات المرور في دول الخليج خلال عملها ضمن حلقات التعاون المشترك لمسيرة دول التعاون وذلك بهدف إيجاد جيل مثقف بالقوانين واللوائح المرورية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. وللحديث عن أسبوع المرور الخليجي ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية مساء الخير ويمثل أسبوع المرور الخليجي فرصة لتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة كيف تسهم فعاليات الأسبوع في خدمة العمل المروري الخليجي؟ احنا يعني بداية طبعا أسبوع المرور شعارة بيكون حياتك أمانة هذه طبعا هو يجسد او يعني تتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بين الوفود تتنقل الوفود من كل اداره عامه في دول مجلس التعاون الى جميع دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين الى المملكه العربيه السعوديه والى قطر والكويت والامارات وللعمان وبالعكس الصحيح وهناك تبادل الخبرات وتبادل الاراء في مجال العمل المروري كل ما يصب في مصلحه الاداره العامه للمرور ومصلحه او ما يرفع من السلامه المروريه الى اعلى مستويات. نعم المقدم السلامه ايضا المروريه هو مطلب اساسي بل مرتكز عمل الاداره العامه للمرور. كيف انعكس تراجع المخالفات على الحد من الحوادث المروريه؟ احنا طبعا دعم سيدي معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله في آه هذه تركيب الكاميرات آه الذكية في جميع شوارع مملكة البحرين وقامت إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور بحملات مكثفة آه على جميع شوارع المملكة لطبعا آه تخفيف او انخفاض عدد المخالفات وانخفاض عدد الحوادث هذه كلها طبعا ساعدتنا التكنولوجيا الحاليه اللي احنا قاعدين نستخدمها بمملكه البحرين وهذه من خلالها طبعا احنا توصلنا الى طبعا مستويات ممتازه وارقام قياسيه في العام الماضي من خلال انخفاض الحوادث المميته وانخفاض الحوادث البليغه وهذه طبعا ساعد الكثير على انخفاض المخالفات كل هذه الانظمه ساعدتنا بلا شك والحمد لله بالحمد. المقدم عادل الدوسري مدير اداره العمليات والمراقبه المروريه شكرا جزيلا لك